تواصل وزارة الخارجية جهودها الهادفة إلى إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين لتضيف إنجازا جديدا إلى الإنجازات المتميزة والمشهودة التي تحققت في كافة المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة ورشة العمل الرابعة بعنوان دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان.